نواكي زنجيني توان ونواكي فقيري توان جي يعني وسط نافن جي وقلت باشي ثم قلت أنا رجل من قريش يصيبني ما يصيب المسلمين قلت أجي واكي إيك شهوما أو نخشى بسرطة بسامة دوجتت أو خشى بوتا تشد بالبومجي تشد بتن يعني مروفكي عادي وكيتا أها أبايا أبايا حقي من أبا قلت زيدا تر يعني تناشي تصرفي قلت يعني ني منا أصلا نمال مالي منا ما يعني قلت خلاص حقي من أبايا أبا كأس متفرغ بشولت بسلمانا أبا خرابة أنا باباشا قالي شبابا قالي جحيلا أبت أبت قالك مبهور أب أجنبيا وقت بجنبانا أبا أبا تنا تيجاستيبون أبا هاجر كاتيدي مزبرين نفادي هو المكان أبا يا باشا يا خرابة أف عدالته أبا بسلمانا جهبة جكري ظني تأكيدا بموضوع ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خليفة في الكوفة العراق الفيري خطبة كده ده صوتي يا معلومة خطبة إمام علي وفي في 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 نهج البلاغة أبشتي يعني مقدماتها قلت قالي بسلمانة قلت أنتم عباد الله والمال مال الله يوزع عليكم بالسوية وللمحسنين منكم عند الله أجر عظيم والسلام عليكم خلاص هذا عندنا دريشكت قلت قال يبقى لي مروفا أبيهن فيري قلت هين عبدت خده تعالى الحمد لله نا عبدت روشالاتنا نا الروشاواينا نا روشالاتنا ورس نا يتكسي أنتم عباد الله خلاص عبدت خده تعالى مملكة خده تعالى مروفة خده تعالى مال مال عام يعني مال الشعبي أو مال مال هوايا أنتم عباد الله والمال مال الله هن عبد خدينا أو مال جمال خدية لأن اقتصاد إسلامي دا قليب سلمانا كسج مال لنا مال مال خدية تعالى أم وكيل سرفي مالي يعني أو تهي أو نمالتها موجب اقتصاد إسلامي أو مال خدية تعالى بس تصرفت دستتدا بتهي التصرف بكي بما يرضي الله يعني اسعكني يعني أبا أفقفنا بلا ديار بت يعني إن كندك هما درستا شطي بطي مال خو صرف كت النع أو مال خو دت على كناب تو مال صرف كت وانت شنو داوي خو دت على ساتا حرام كري الله يعني لا خمرة ولا قمارة ولا فاحشة ولا ربا ولا فلان ولا فلان ولا احتكار ولا استغلال ولا جشع ولا إسراف أبا همي كناب بو شكام مال تنينة أساتا تصرف في مال الله علي شو قلت أنتم عباد الله والمال مال الله إلا خلاص مال تنينة أمانة الدفتة بجدي يقسم عليكم بالسوية هن همي وكيكن هن همي عبد خدي تعالى أنا وكيك هن بيك وأف مال جد السرهوة تلي بكرن هميا وكيك بالسوية أو مثلا باشيب جلي بكتن خراوي رب العالمين برزناك تماما الله صحكي يعني جنابة تجاوز مروف بكتن المال رب العالمين سبحانه وتعالى مال مالي خده تعالى يعني رابطا يعني هما بصرف كتن هر وكي ود بيتن لازم صرف كتن توير وان ريكادا او خده تعالى درس كتن بلا مالي تابيت او مال نيتا او مال مالي خده تعالى اذا جنابة مخالف مراد رب العالمين بي سبحانه وتعالى بسلمان عزيز يعني أبا يؤكد بجن لمحة سريعة يعني خاطفة جدا جدا سرفي موضوعي أبايا قانون خدي تعالى أبايا مراد رب العالمين سبحانه وتعالى أبا مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى خدي تعالى جل جلاله أبت فيت أبايا فريك ربما دعم تصاب دا خدي تعالى هاري مبكت دا خدي تعالى ما عزيز كت دعم بجن سرفراس دم بجن مكرم ومعزز دم بجن آزا دم بجن سرفراز دم بجن وكي نوكي خلق جيتن دم بجن بجنك يا نمونهي يا نموذجي يا مبارك يا بركات خيرات ويدك مروف قوي خبدت رب العالمين سبحانه وتعالى أو تشتي موافقي رب العالمين سبحانه وتعالى أزدي قوي خدمته هندتو موافق بدل خدي تعالى وخاصة مثلا يعني مزند بسلمانا أهلا وسهلا لكن في طاعة الله لكن في رضا الله سبحانه وتعالى
أروكي رازبين أخذ تعالى لبيت حسن البصري، إمام حسن البصري، قلت يا عمر بن هبيرة الفزاري والي على العراقين، قلت يا والي يعني عالمي، قلت والي والي يعني رئيس دولة عراقية، يعني هردو عراقة، يعني البصرة والكوفة وعراق العربي والعجمي، كان واليا على العراقين، على العراقية، هردو عراقة، هذا كتاب التاريخ ده. قلت دو تبيشم يا والي، قلت ندرس تبوتع أبدا تشتكي تصرفك بكي يخالف مراد الله، مخالفي مراد رب العالمين، مخالفي إرادة رب العالمين مثل. قلت دو تبيشم، قلت واعلم أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق جل وعلا. قلت جنابة مروف إطاعة كبكة أو إطاعة مخالف في شريعة خذ تعالى يا هركبة ما زنبت بشيبة أبا يخرب قلب سلمانا، أبا عدالة نا عدالة، أبا عدالة توزيع دا، أبا عدالة وظائف دا، محتاجنا كسخ زحمت دا حقيقة دي بتأيت أوتوماتيكيا وطير رحات ويسربلن ومنات خذ تعالى سلمهمنا السلمهم يا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. منات أخذت على ساسرما منات أخذت على يا مال أخذت على يا أم مال أخذت على هنا مال رب العالمين يا الفجه مبارك نظن مروفد مباري دا أهل أخذت على وحاجة كريت رب العالمين أم هوريت خدقهن أخذت على خدت على هو المبكتها والمبكتن هروكي والصحاب يا كري وتابعيا ماشي وكيوان لبكتن بسلمانا عامة مزنا وبشيكا ورؤساء ومرؤوسين حكام محكومين حكومة الشعوب رب العالمين بزبر انتبا ديني خو دوبت عزيز بن دسر فراز بن دوبجين أبسر فرازي وبخوشي أبا دعا ميا وأبا طلبا ميا وأبا شرع خده تعالى وأبا قانون خده تعالى أم دعاش خده تعالى كان خده تعالى ما قبلكت نوفون كسا دعويت أو قبلكت دعايت ما وطاعتي ماشي قبلكت قال الطاعات ودعايت وان كسا يترب العالمين قبلكري وقبلكت آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولأمة محمد أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أيضا أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال جل من قائل وهو أصدق القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مرة أخرى ومرات عديدة ومرات ودائما نصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نصلي على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وتابع كل أجمعين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا محروما إلا أعطيته ولا فقيرا إلا أغنيته
ولا جائعا إلا أشبعت، ولا عاريا إلا كسوت، ولا خائفا إلا أمنت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مريضا ولا جريحا إلا شافيته وعافيت، ولا ميتا إلا رحمته، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل.